ويا هلا مرحبا. رضا الشوكي او الخرشوف من الاطباق اللذيذه والمفيده، يعتبر من المحاشي. حبيتوا تاكلونه مع الخبز او جانبه طبق رز، سويت معه دجاج مشوي بالفرن مع الخضار، كذلك سويت رز. هذا عندي الخرشوف الطازج، تلاقونه بالماركات. هنا عندي اللي استخدمته من الدجاج السوري، المحلل مره ممتاز، حتى الموي حقته مفيدة. عندي هنا حمسة لحم حمسته مع البهارات، حشيتها بالخرشوف، هنا حطيته بالصينية وزعته كامل. بعدها جهزت صلصة الطحينة اللي هي طبعا كوب ونص من الطحينة السائلة، عليه موية الخرشوف، هذه مرة ممتازة اللي تيجي مخللة. حطيت عليه ملح وليمون، عصرة ليمونة تقريبا ليمون ونص، مع ثوم، وحركه كذا وعلى النار ربع ساعة لحد ما يثقل. تحاولون تخففونه أخف من كذا، وعلى الصينية تغلفونه بورق الزبدة والقستير وتدخلونه الفرن 45 دقيقة. هنا عندي الدجاج تبلته مع البهارات والخضار، الجزر ولا البطاطا الحلوة صغيرة حجم صغير، والجزر ولا قرع، والثوم والليمون وكليل الجبل. تبلته بالملح وبابريكا وأوريغانو، بهار مشكل وثوم. هنا حطيت عليه ورق زبدة وقستير، دخلته الفرن كذلك 45 دقيقة. بعدها هنا بعد ما خلص، شوف كيف ما شاء الله تبارك الله، والريحة ما تتخيلون كيف الطعم، مرة لذيذة. هنا سويت معه جنب رز مشغول، حطيت عليه الكشنة، شوفوا كيف حبيته، رز الشعلان بيشاور مرة لذيذ. هنا الصينية بعد ما خلصت، ما تتخيلون كيف الطعم، ما شاء الله تبارك الله. وزي ما قلنا، حبيتوا تاكلونه كذا مع الخبز، أو تاكلونه بجانب الخضار والدجاج ولا الرز، ما شاء الله تبارك الله، ما ينشبع منه. والأفضل تخففون الطحينة يكون سائلة أكثر. هنا شكل الخرشوف اللي هو الطازج، طبعا موجود بالمولات، هو أفضل من المخلل، لكن المخلل تستفيدون من الموي حقته، مرة لذيذ. وعلينا عليكم بالعافية، شوفوا شكله كيف، طبعا موجود تلقونه بالمحلات الكبيرة. كذا طريقة تنظيفه، علينا عليكم بالعافية.